أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. اليابان وألمانيا من القيود والوصاية الأمريكية على تسلحهما إلى الإنفاق التاريخي على تسليح الجيش برعاية أمريكية. أي تحول؟ حماية للبيئة. بريطانيا تقرر حظر أدوات بلاستيكية للمائدة بدءا من تشرين الأول أكتوبر المقبل. هل تنجح؟ الأردنية جوليانا الصادق أول لاعبة تايكواندو عربية تتصدر التصنيف الدولي. كيف حققت إنجازها؟ اليابان وألمانيا تتسلحان، ميزانيات ضخمة تصرف على الحديد والبارود، سابقة هي في عهد الدولتين منذ هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية وفرض الولايات المتحدة عليهما قيودا وشروطا عسكرية استسلامية. تتبدل الأحوال بعد 8 عقود، تعطي واشنطن الضوء الأخضر لطوكيو للمباشرة في التسلح، تغير دستورها الذي كتبه المحتل الأمريكي، تقدم عقيدة عسكرية جديدة، ترفع الإنفاق وتشتري الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية. أما برلين التي نأت بنفسها عن المشاركة في الحروب، سمحت لنفسها باقتراض 100 مليار يورو للإنفاق العسكري، فتضع استراتيجية بعيدة المدى في التسلح وتدعي أنها ستمتلك قريبا أكبر جيش لدول الناتو في أوروبا. نقطة تحول تعزوها ألمانيا إلى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، واليابان إلى التهديد الصيني المتنامي في شرق آسيا. فكيف تنظر روسيا والصين إلى هذه العسكرة الألمانية اليابانية؟ وأي أهداف أمريكية من عسكرة أوروبا وشرق آسيا؟ وهل يمتد لهيب المواجهة في أوكرانيا إلى شرق آسيا؟ أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، لماذا أعطت واشنطن الضوء الأخضر لبرلين وطوكيو لتسليح جيشيهما تسليحا استراتيجيا؟ وثانيا، هل يؤشر هذا الإنفاق العسكري الضخم على أن كرة الحرب الكبرى تتدحرج نحو مواجهة عالمية؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف الدكتور إسحاق أنديكيان الأكاديمي والباحث بإدارة الأزمات الدولية وهو معنا من أتلانتا جورجيا. دكتور إسحاق أبدأ معك. هزموا من أمريكا، قتلوا من أمريكا، ولا ننسى هيروشيما وناكازاكي. أيضا فرضت عليهم شروط مذلة إذا يعني صح القول من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليحهما بمباركة منها، لماذا؟ نعم، بداية مساء الخير لك سيدتي وللمشاهدين الأعزاء. طبعا يعني عندما منيت كل من ألمانيا واليابان بهزيمة عسكرية في الحرب العالمية الثانية، طبعا هناك ما يقال في الأكاديمية فيكتورز بيس، أي السلام الذي يفرضه الرابحون في هذه الحرب. وطبعا كانت الولايات المتحدة هي التي ربحت الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فرضت سلاما من وجهة نظرها على كل من ألمانيا واليابان، وبالتالي منعت اليابان وألمانيا من تحديث جيشهما منذ ذلك الوقت، خاصة في الفترة الممتدة بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدء الحرب الباردة. وبالتالي يعني هناك دساتير في دستوري ألمانيا واليابان اللذين يعني يعكسان هذا الأمر. على سبيل المثال الحصر، المادة 9 من الدستور الياباني الذي يعني صاغه فريق الجنرال دوغلاس ماكارثر آنذاك يفيد أن اليابان تتخلى عن الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد بالقوة واستخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. وبالتالي يعني جردوا الدول لا سيما ألمانيا واليابان من سيادتها من خلال يعني إلغاء ما يسمى بالجيش بالشكل الكلاسيكي الذي نعرفه، وهذا من ناحية. ولكن عندما بدأت الحرب الباردة، طبعا كانت من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحاول استغلال أو اللجوء إلى بعض من تعتبرهم حلفائها آنذاك من أجل مساعدتها في مواجهة الخطر السوفيتي آنذاك. وبالتالي يعني كما يقال turned a blind eye، يعني قد غضت النظر عن بعض هذه القيود التي وضعتها على أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسمحت بنوع من الفلكسبيليتي، بنوع من الليونة بهاتين الدولتين من أجل أن يكون لديها جيوش معينة، ولكن تلعب دور البوليس أكثر مما
تلعب دور الجيش بشكل كلاسيكي لدفاع الحدود ولصد اي طيب هجمات. ماذا الآن؟ يبدو تخطينا مجرد فكرة الليونة، يعني نتحدث نحن عن تخصيص 100 مليار يورو للإنفاق العسكري، طبعا نتحدث عن ألمانيا بضوء أخضر أمريكي، بالإضافة إلى 2% زيادة بالإنفاق العسكري من الناتج المحلي. اليابان ليس فقط 2% زيادة، إنما أيضا طبعا شراء صواريخ متطورة وغيرها، إنما أيضا تغير بعقيدتها، وضع عقيدة عسكرية جديدة، يعني البنية القانونية عملت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح، لأنه كما نعلم يعني لكل فعل هناك ردة فعل، وبالتالي غيرت مفاهيم الغزو الروسي على أوكرانيا من حيادية كل من ألمانيا واليابان. هذا بالإضافة إلى يعني مسألة الصواريخ الصاعدة في الصين وكوريا الشمالية والتجارب الصاروخية منذ العام 2017 على المدى الجوي الياباني، وإمكانية غزو الصين لكوريا، عفوا لجزيرة تايوان. كل هذه يعني الأمور كانت التريجر، كانت المؤشر أو نقطة الانطلاق في هذه الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها كل من ألمانيا واليابان. وبالتالي يعني لأجل درء الخطر الآتي من الغزو الروسي على أوكرانيا، حاولت ألمانيا أن يعني تزيد من إنفاقها العسكري ب 100 مليار يورو، وهذا ليس كل البادجت الموازنة للعسكر، إنما هذه إضافة على الموازنات السابقة 100 مليار يورو، واعتماد خطة لكي تصبح أو يصبح الجيش الألماني هو الجيش الأقوى في أوروبا. هذا من ناحية. من ناحية اليابان طبعا زاد الإنفاق العسكري أيضا في اليابان، وهناك خطة خماسية وضعت في السنة الماضية من أجل أن تصبح اليابان ثالث أقوى قوة عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وطبعا كما ذكرتي والأولى والأقوى بآسيا. صح، في شرق آسيا. وطبعا يعني اليابان لديها توجس كما ذكرنا من مسألة كوريا الشمالية ومن مسألة غزو الصين لتايوان، لا سيما ان يعني اليابان والصين ليسوا على يعني علاقات جيدة حتى دبلوماسيا بسبب النزاع بين بعض الجزر اليابانية والصين من ناحية، والتاريخ المليء، التاريخ الدموي المليء بالنزاعات بين اليابان والصين يعني، وخاصة فيما يتعلق في كله. كيف ستستغله كله كيف ستستغله بالنهاية من أعطت الضوء الأخضر الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، يعني الضوء الأخضر الأمريكي أتى نتيجة أو كما يقال انطلاقا من المبدأ السائد، يعني ضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي اليابان يعني انتهجت نهجا دفاعيا مغيرا للنهج الدفاعي الألماني، ففي حين ان اليابان يعني تسعى الى الثنائية الدفاعية من خلال تشكيل معاهدات دفاع مشتركة مع الولايات المتحدة خاصة، ففي بالمقلب الآخر يعني في وجهة نظر ألمانيا هي تسعى إلى التعددية في سياستها الدفاعية من خلال دخولها في حلف الناتو وعضوية الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني الولايات المتحدة تحاول تقوية حليفيها سواء ألمانيا أو اليابان من أجل يعني الاستعداد لمواجهة ما في حال حصلت في المستقبل القريب. وطبعا يعني كل هذه الأمور لا تعني أن هناك حربا وشيكة أو نزاعا مسلحا أو التحام عسكري مباشر قريبا جدا، إنما كل هذه الأمور هي نتيجة تصعيد في المواقف والتهيئة والتحضير للدفاع عن أنفسهم في حال حصل شيء ما. وبالتالي يعني لكل دولة كما نعلم انطلاقا من الميثاق الأمم المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها، وكما ذكرت قبل قليل أن الاستراتيجية الدفاعية اليابانية هي استراتيجية جديدة، نعم، ولكنها مبنية على استراتيجية دفاعية وليست هجومية، وهي تسعى للحصول على كاونتر سترايك كابابيليتي، أي الرد على الهجوم وليس الهجوم. طيب دكتور إسحاق ابقى معنا يعني نرى الأمر بشكل موسع ومفصل أكثر على الخريطة، سيما وأن هذه الدول نتحدث عن اليابان وألمانيا بتسليحهما في وكأنه محاولة حصار روسيا
والصين. ابقى معنا سيد أو دكتور إسحاق لنتوقف مع هذا العرض، حيث يشي الإنفاق العسكري التاريخي لألمانيا بأن ثمة تحولا جيوستراتيجيا في المواجهة الروسية الأطلسية وفي الصراع بين اليابان وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والصين من جهة ثانية. بالنظر إلى الخريطة الأوراسية تتوضح الصورة أكثر، فالتسلح الألماني وتخصيص ميزانية قدرها 100 مليار يورو للجيش موجهان على نحو أساسي ضد روسيا، وقد أقرت هذه الميزانية فورا بعد بدء المواجهة في أوكرانيا. وبالنظر إلى هذه الخريطة في شرق آسيا، فأن اليابان قررت رفع إنفاقها الدفاعي إلى نحو 51 مليار و400 مليون دولار لهذا العام، وإلى 318 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة في ضوء التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا كما تقول طوكيو. بالنسبة إلى ألمانيا فأنها ستستبدل مقاتلاتها القديمة من طراز تورنيدو بأسطول جديد من المقاتلات الأمريكية F-35 وطائرات يورو فايتر، كما تنوي شراء مسيرات مقاتلة ومنظومة RO-3 المضادة للصواريخ من إسرائيل. كذلك فأنها تتجه إلى استبدال مروحياتها الحالية بمروحيات شينوك الأمريكية. أما اليابان فتخطط لشراء نحو 500 صاروخ من طراز توماهوك الأمريكي. وفي إطار تطوير قدرات الهجوم المضاد، فأن طوكيو تخطط لزيادة مدى صواريخ تايب 12 المضادة للسفن ولتخصيص الموارد لبناء السفن المجهزة بنظام الأسلحة البحرية الأمريكية إيجس. أعود إليك دكتور إسحاق للحديث، يعني أمام هذا التسلح ما الخيارات التي ستلجأ إلى؟ يعني حدثني أنه هي ليست هجومية ونحن لسنا قاب قوسين أو أدنى ربما من الهجوم، إنما هي دفاعية وتحضير. لكن كما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2014 بتسليح أوكرانيا، ماذا الآن عن اليابان وألمانيا؟ كيف سيكون الموضوع خاصة مع تغير موقع روسيا والصين من 2014 إلى حد اليوم، وبالذات يعني ربما كل شيء تكون فيه دبلوماسية إلى حد ما الصين، لكن موضوع اليابان موضوع آخر. نعم، بطبيعة الحال يعني كل ما ذكرته يصب في منحى التصعيد في عسكرة الوضع السياسي والأزمة العالمية، ولكن كما ذكرت ذلك لا يعني أننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من وقوع لا سمح الله كارثة عالمية. هذا من ناحية، وأريد أيضا أن أزيد معلومة حول ما ذكرت عن يعني تسليح ألمانيا والإنفاق العسكري الألماني. هناك خطة ألمانية أيضا بأنه بحلول عام 2025 ستخصص 2% من الجي دي بي من الناتج القومي الألماني للإنفاق العسكري، وهذا مبلغ يعني كبير جدا، مع العلم أن ألمانيا هي يعني الرئة الاقتصادية لكل أوروبا، ف 2% من الناتج القومي الألماني تعد بمئات مليارات الدولارات أو اليوروات. بالعودة إلى سؤالك سيدتي، طبعا يعني هذا يسمونه ستوك بايل، أي أنهم يحاولون زيادة من المخزون السلاح لديهم من أجل تحضير لمواجهة ما، ولكن يعني هذا عادة ما يحصل في الأوضاع الكلاسيكية في نزاعات أو في أزمات دولية من هذا الشكل، يعني كما حصل. لماذا لا تعتقد أنه هو تحضير لهجوم ما؟ ما الذي يمنع؟ يعني على ماذا ارتكزت في تحليلك؟ لان يعني انا انطلق من منطلق اكاديمي، هناك ما يعني ندرسه في الاكاديمي اسمه الكونفليكت كيرف، يعني نحن ما زلنا في المرحله الثالثه من هذا الكيرف او القوس، نحن ما زلنا في مرحله الاسكاليشن. واريد هنا ان يعني اريك هذه الورقة التي تفسر ما اقوله من منطلق اكاديمي، نحن ما زلنا في هذه المرحلة، لم نصل بعد الى القمة. فمن هذا المنطلق يعني اريد القول اننا القمة ماذا تكون؟ ما هي يعني الوقائع على الارض عندما نكون عند القمة؟ ماذا يكون قد حصل؟ القمة عندما outbreak of violence، اي عندما يكون هناك عنف على شكل نزاع مسلح وحرب، ولم نصل الى هذه النقطة بعد، اننا ما زلنا في نقطة الاسكاليشن، نقطة التصعيد من خلال تصعيد يعني كلامي وتصعيد سياسي وتصعيد دبلوماسي وتصعيد عسكري ايضا من خلال شراء هذه. برأيك ما الذي سيؤجج وصولا الى ما كنت تتحدث عنه في القمة؟ ما الذي سيؤجج؟ اي وقائع؟ اي معطيات؟ أي شرارة قد تفجر الوضع؟ يعني على سبيل المثال الحصر فيما يخص النزاع بين الصين وتايوان، في حال أقدمت الصين على غزو تايوان
وهذا ما يتخوف منه التايوانيون، حيث ذكر وزير الدفاع التايواني أنه بحلول العام 2025 ستتمكن أو سيكون لدى الصين قدرات عسكرية لغزو تايوان. فإذا أقدمت الصين على هذه الخطوة عندئذ قد نقع أمام المحظور. يعني نصل ورئيس إلى الوزراء الياباني أيضا قال من اليابان أنه في ختام يعني جولته على مجموعة أو على دول مجموعة السبع، قال أنه شرق آسيا قد تكون أوكرانيا التالية. صحيح، قد تكون أوكرانيا التالية في حال أقدمت الصين على غزو تايوان، لأن يعني وهناك أيضا يعني نحن نركز الآن على اليابان وعلى كوريا الجنوبية، ولكن هناك حلف آخر موازن لهذه العلاقات الثنائية. ماذا بصدد الآن هذا الحلف الآخر؟ أتحدث عن كوريا الشمالية أيضا، دعنا نتحدث كوريا الشمالية وروسيا وأيضا الصين أيضا في يعني خلينا نحكي بالمواجهات، مش فقط اتفاقيات و في صراعات حتى بين الهند والصين بجبال الهيمالايا، كل المنطقة متفجرة. الحلف الآخر بصدد ماذا؟ فقط اتفاقيات أم في أكثر من ذلك؟ طبعا هناك يعني نوعا ما اذا ما راينا المشهد يعني if we take a step back، اذا اخذنا خطوه الى الوراء وراينا المشهد بصوره كامله ونظرنا الى الامور من مستوى الماكرو وليس المايكرو، نجد ان هناك يعني العالم اصبح منقسم عموديا بين طرفين، طرف تقوده الولايات المتحده والغرب وحلفائه، وطرف اخر يقوده او تقوده روسيا والصين وحلفائهما او والحلفاء التابعين لهم بما فيها كوريا الشماليه وإيران وما إلى هنالك. وبالتالي يعني هناك تحالف عسكري وتنسيق عسكري بين الطرفين أو تحالفات بين الطرفين. يعني هناك أيضا تقسيم أدوار ما بين الصين وروسيا، نرى أن روسيا تقوم بهجوم عسكري مسلح على أوكرانيا من ناحية، والصين طبعا لا تتدخل عسكريا في هذا الأمر، ولكن تشكل نوعا ما حربا تقنية أو حربا تكنولوجية مع الولايات المتحدة والغرب، لا سيما فيما يتعلق في المايكرو تشيبس أو الرقائق الإلكترونية والحرب السبرانية وما إلى هنالك. يعني العالم ديفاكتو أصبح واقعيا في مرحلة حرب، ليس بالضروري أن تكون هذه الحرب هي حرب كلاسيكية كما يحصل بين روسيا وأوكرانيا اليوم، ولكن هناك حروب غير كلاسيكية متعددة. أيضا الارتفيشال انتليجنس يعني الذكاء الاصطناعي أيضا هي من وسائل الحروب الجديدة التي تستخدمها كل من الطرفين. نعم، دكتور إسحاق أندكيان الأكاديمي والبحث بإدارة الأزمات الدولية كنت معنا من أتلانتا جورجيا، شكرا جزيلا لك. مشهد اليوم من بريطانيا، حيث قررت الحكومة حظر الأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بدءا من تشرين الأول أكتوبر المقبل لكبح التأثير المدمر للبلاستيك في البيئة. فالأرقام تؤكد أن بريطانيا تستعمل نحو 2,700,000,000 قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد كل عام، يعاد تدوير 10% منها فقط. هذا التغيير يعني أنه بعد 9 أشهر لن يتمكن المواطنون من شراء القطع المحظورة من تجار التجزئة وباعة الوجبات السريعة والمواد الغذائية. جوليانا الصادق بطلة الأردن تتصدر التصنيف الدولي للتايكواندو في وزن 67 كيلوغراما. لاعبة المنتخب الأردني باتت أول لاعبة عربية تصنع هذا الإنجاز، إنجاز يؤكد إمكانية التألق الدولي إذا توافرت الإرادة الصلبة مع الإمكانات المعقولة. لماذا تقدمت التايكواندو في الأردن عموما وأين عمان في خريطة التايكواندو العالمية، وماذا تقول الصادق عن إنجازها ومشاريعها في المشهد الرياضي؟ نرحب بك جوليانا الصادق لاعبة التايكواندو الأردنية وهي معنا من عمان، لكن بداية نتابع هذا التقرير ونعود. We'll be right back.
جوليانا الصادق اللاعبة التايكواندو الأردنية معنا من عمان، أهلا وسهلا فيك بداية وألف مبروك للإنجاز اللي حققتي. خبرينا عنه بداية، شو يعني تكوني أو تتصدري التصنيف الدولي للتايكواندو بوزن 67 كيلوغرام؟ شو هو، اشرحي لنا أكثر عنه، وأيضا أن تكوني بالمركز الثاني بالتصنيف الأولمبي. أول إشي مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. الحمد لله، هذا يعني هذا الإنجاز يعني فخر كتير كبير إلي، الحمد لله إنه قدرت إني أوصل لهون. هلا هو التصنيف العالمي والأولمبي هو يعني شغل لمدى طويل، يعني هو متراكم، هو عبارة عن تجميع نقاط. فيعني نحن عم نتعب على هذا الحكي من سنين طويلة وأشهر من التدريب والمعسكرات والبطولات طبعا. فيعني الحمد لله إنه قدرت أنجز، يعني هاي السنة كمان الحمد لله حصلت على ذهبية آسيا على التوالي، وكمان على ذهبية جراند بري وفضيت جراند بري. فهذا الإشي كمان برضو ساعدني في الصعود في السلم الدولي من التصنيف العالمي، وإنه قدرت أتخطى. كنت أنا مركز 6 السنة الماضية، وكنت مبسوطة كتير لأني وصلت لمركز 6، لأنه عن جد تعبت لو وصلت لمركز 6. فالحمد لله نهيت هاي السنة اللي هي 2022 نهيتها بالصعود للمركز الأول، يعني من خلال المشاركات الماضية وتحقيق المزيد من الإنجازات. هذا الإشي ساعدني لحتى وصلت لهون. بدنا نرجع نقول لك مرة تانية جوليانا ألف مبروك على هيدا الإنجاز، بس في سؤال دائما يعني بيستهويني أنا شخصيا أسأله، ربما ما صح لي الفرصة قبل، بأنواع الرياضات اللي مثل مثلا تايكواندو مواي تاي وغيرها من هيدا العالم، يعني أنه تكون فتاة فايتة بهذا المجال وعم بتحقق ميداليات أيضا، كيف هيدا الموضوع؟ أول إشي الله يبارك فيكي. وهلا بالنسبه للانثى انه بتلعب لعبه، وربما يعني من خلال السؤال ايضا جوليانا اعذريني على المقاطعه، اود منك يعني توجيه رساله بهذا الموضوع لكل الفتيات يعني اللي ربما ايضا بيسالوا نفس هذا السؤال. اكيد هلا في ناس، عشان نحن المجتمع العربي بالاخص انه يعني مش كثير متقبل فكره الالعاب القتاليه للبنت، بس هو صراحة بالنسبة لي هو كتير عادي، بالعكس هو يعني بزيد من الثقة بالنفس، يعني بصقل الشخصية للبنت بالأخص، وبنمي الثقة بالنفس زي ما حكينا، وأكيد كمان بنمي روح التحدي، مش بس في الرياضة، في كل جوانب الحياة، يعني بخلي كمان عند الوحدة إصرار، فهذا إشي كتير منيح، يعني بغير الشخصية ككل. وعن جد بوجه رسالة ل يعني الأهل خصوصاً، لأنه أنا جيت من عائلة رياضية، فهي عن جد اللي نمت عندي هذا الشعور وحب الرياضة، وحب اللي هي نحكي الرياضات الدفاع عن النفس بالأخص. فهذا الإشي إجا من وراء حب الأهل. فعن جد بوجه رسالة للأهل، إذا لقوا عندهم موهبة رياضية إنهم ما يطفصوها، بالعكس يشجعوها، لأنه عن جد عندنا مواهب عربية تقدر تصعد لمنصات التتويج العالمية، والحمد لله أنا أثبتت هذا الحكي. صح، لازم يكون موضوع التايكواندو أو غيرها من الرياضات الشبيهة لها تكون مش مجرد هواية، يعني ممكن يكون الفتاة عندها هواية معينة، لكن ضروري أو ربما مهم جدا أن يكون إلى جانب أي هواية لها أن يكون في واحدة من هذه الرياضات اللي فيها يعني دفاع عن النفس نظرا لسوء الزمن اللي وصلنا له. جوليانا يعني تتخطى القصة قصة موهبة فقط؟ نعم صحيح. هلا صراحة يعني هي أكبر ساعدك إلك هالموضوع؟ يعني هيك مما أكيد. أزعجك إيدك وما تعطي يعني صراحة يعني ما واجهت هذا الإشي لحد هلأ، بس أكيد عم يعني بتخيل إنه البنت لو كانت تتمرن رياضة دفاع عن النفس وبطريقة احترافية كمان، نحكي مش إنه هواية، بطريقة احترافية، أظن إنها تعرف تتصرف مع الموقف اللي هي رح تتعرض له، يعني لا سمح الله يعني تعرضت لأي إشي بحياتها في اليومية، أتخيل إنها بتقدر تتصرف بهذا الموقف، غير إنها يعني هي متربية على الدفاع عن النفس، غير هيك كمان شخصيتها
هي بتكون واثقة من نفسها لحتى تقدر تدافع عن حالها، مش إنه خايفة وإنه يعني ما تقدر تتصرف بهيك موقف. بالعكس يعني أنا بنصح عن جد كل البنات. غير هيك كمان الجسم إنه بيكون يعني هو زي ما نحكي رياضي، أكيد جسم الرياضي غير عن جسم البنت العادية. الجسم الرياضي أكيد بيكون صحي أكتر، ويعني بكل جوانب الحياة مش بس بهذا الموضوع. طيب شو العقبات الآن اللي بتواجهك جوليانا بهذا العالم الرياضة، ومع اختيارك لتايكواندو تحديدا؟ ربما قد تكون يعني عقبات على الصعيد الشخصي، أو ربما عقبات لها علاقة بالمحيط أو أكبر من ذلك، يعني وكيف وضع هذه الرياضة تحديدا بالأردن والاهتمام فيها؟ هلا صراحة الرياضة بالأردن، رياضة التايكوندو نحكي بالأخص، إن هي صارت اللعبة الشعبية نحكي الأولى من رياضات الدفاع عن النفس، لأنه صار عليها كتير إقبال أكثر من أول. ويعني حتى البنات يعني عم بشوف هذا الإشي بالبنات، وعن جد كتير مبسوطة في هذا الحكي إنه أنا عم بقدر أوصل هاي الرسالة للبنات ولأهاليهم إنه بيقدروا يعني يلعبوا هاي الرياضة. وأكيد واجهت تحديات وعقبات خلال مسيرتي الرياضية، ممكن كادت إنه تخليني أوقف عن ممارسة الرياضة. يعني تعرضت بتذكر لكثير مواقف صعبة بالنسبة لي وضغوطات من قبل مدربين يعني ما كانوا بزيادة، بس الحمد لله إنه هلأ الاهتمام كثير أحسن، وعن جد عم يعني عم بوجهوا هاي المواهب اللي عنا إياها نحن وبطوروها. يعني هو كوتش فارس العساف بوجه له تحية، هو عن جد غير الفكرة وغير الرياضة ونمى القدرات والمواهب اللي عنده إياها بالمنتخب، خصوصا من شباب أو بنات. يعني الحمد لله رب العالمين. وأكيد يعني هذا الإشي لازم نستمر على هذا الحكي مشان نطلع جيل صاعد يقدر صح ينافس، يضل ينافس بهاي البطولات. صح وأتخيل إنه خلص إن شاء الله يعني تكون انكسرت هاي القاعدة، صح إنه نحن عن جد بنتوج أكيد بأعلى البطولات. صح، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بشق النساء. بتكبر القلب جوليانا، وألف مبروك مرة تانية جوليانا الصادق، لاعبة تايكواندو الله يبارك فيك أردنية، يا رب. كنت معنا من عمان، كل التوفيق لك وشكرا لك. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت، إلى اللقاء.